إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قف على سنن المختار من نسب واجل البلاء من أوصال الذلول. محمد أفضل الرسل التي شهدت بفضله أنبياء العصر الأول. بلاغة الرسول وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولانا بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.